البالون هو نوع من الأجهزة المستخدمة لإنقاص الوزن، اختيار المريض بعناية واختيار نوع البالون بعناية. عندنا بالونات تبقى 4 أشهر، هي يعني البالونات المبرمجة أو البالونات الذكية، وعندنا البالونات التقليدية اللي ممكن أنه تبقى فيها المعدة 6 أشهر أو أيضا ممكن تبقى لحد السنة. بقاء البالون يحدد نوع البالون ويحدد قابلية المريض على الاستجابة. نحن نوفر كل أنواع البالونات العلمية، بصراحة هي ليست تجارية، هي أجهزة علمية موثقة ومصنوعة بشكل صحيح ومدروس. سهولة الوضع البالون الذكي يمكن يخلينه أقرب إلى الاستخدام. البالون الذكي ما يحتاج تداخل جراحي، ما يحتاج مستشفى، ما يحتاج ناظر، ما يحتاج تخدير، ممكن وضعه داخل معدة المريض في العيادة الخاصة. وضع البالون يحتاج إلى 10 إلى 15 دقيقة وبعد المريض يمكن يغادر سالما إلى بيته ويمارس حياته الطبيعية. الفائدة الأخرى من البالون أيضا أنه بعد 4 أشهر ينفجر البالون تلقائيا ويخرج عن طريق التغوط، وما يحتاج المريض إلى دخول المستشفى وإجراء ناظور لرفع البالون من عنده. هذا فيما يخص البالون الذكي. البالونات التقليدية لا، تحتاج إلى مستشفى، إلى دخول صالة عمليات، إجراء ناظور وتخدير خفيف في وضع البالون وفي رفع البالون سواء بعد 6 أشهر أو بعد سنة. المزية السلبية للبالون الذكي بأنه مدته 4 أشهر، بينما بقية البالونات لا، مدتها 6 أشهر وسنة، وهذا طبعا يؤثر على التأثير الإيجابي المطلوب من البالون. البالونات مو جديدة بالنسبة للعالم، بس في كردستان وفي أربيل بدأنا في عمل بها 2016-2017. البالون الذكي دخل على أربيل 2020، نعم إقبال جيد علينا، ولكن ما يهمنا هو مدى أخذنا للمريض المناسب. يعني قد يكون المريض يجي ياخذ الموافقة لوضع البالون، هو يحس بأن البالون يفيده، بس نحن كأطباء نحس بأن هذا البالون ما يفيد هذا الشخص، وهذا هون مهمتنا. يعني هذا البالون مو لأي شخص ممكن أن ندخلينه، فلازم نسوي اختيار مناسب، والاختيار هذا يكون اختيار طبي وعلمي قبل ما يكون اختيار تجاري أو اختيار من قبل المريض. هو يدفع الماء بشكل معقد 3 لتر، وأيضا يمضي بضرب متواصل حيث لا يتسمى الماء المكمل الماء هذا البلوغ. ثم يدفع المشهد سيسرى أنا قبل سنة خليت البالون، بالون ذكي مع الدكتور نشوان، كان وزني 116. خليت أول ما خليت البالون يعني هسه حاليا من بعد سنة، هسه حاليا وزني 92. فكرة البالون بالنسبة لي كلش فكرة كانت مناسبة، ساعدني إنه أغير من آلات الأكل المفروض، وخلتني أنزل وزن، بس بأكيد ورا ما طلع البالون أنا ساعدت نفسي وحافظت على الوزن اللي أريده ومستمر بالنزول إن شاء الله. بأول يومين بأول 48 ساعة شوية صار فد آلام بسيطة بالمعدة، كان أكو بعض لعبان نفس بالبداية بأول يومين، بس بعدين رجع الوضع طبيعي. يعني أتذكر قبل سنة ورا 5 أيام حتى رجعت مارس الرياضة ورجع الوضع طبيعي. راح نبدأ ويا المريض على نظام غذائي يتقسم إلى عدة أسابيع. راح يكون الأسبوع الأول إلى سوائل وأكلات مثل الشوربات ومن هالقبيل. الأسبوع الثاني راح يتحول إلى أكلات سلق أو هرس وأكلات خفيفة يعني تكون سهلة الهضم حتى ما يتأثر البالون الموضوع بالمعدة. بعد الأسبوع الثالث راح نتحول إلى أكلات أكثر صلابة وتكون سعرات حرارية قليلة الدهون، ومن ثم نتبع نظام غذائي آخر اللي هو راح يكون نظام غذائي يعني خلينا نقول أكثر شيء مدى الحياة. وهو مصنع من مادة سيليكونية كلش قوية حتى تتحمل الضغط وحتى تتحمل المواد الكيميائية اللي تخرج من المعدة توصل إلى 3، مع هذا إنه هو قابلية، بس مع هذا